دكتور خالد جودت أستاذ الجراحة بكلية طب عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لجراحة السمنة. دكتور شريف حتحوت أستاذ الجراحة ورئيس وحدة جراحات السمنة بكلية طب القصر العيني. أهلا بيك دكتور شريف. والأستاذة أمل فوزي رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. أهلا بحضرتك أستاذة. أهلا بيك. شغلتنا قصة إيمان. يمكن ناس شغلهم الجزء الطبي والعلمي وناس شغلهم الجزء الإنساني وناس شغلهم الجزء الاجتماعي. هستأذن السادة الأفاضل الأطباء اللي هيفيدونا بمعلوماتهم، عايز أخد انطباع غير علمي، انطباع إنساني من رئيس تحرير مجلة نص الدنيا. حالة إيمان يا منى ما كانتش أول حالة أنا أشوفها بالحجم ده، لكن يمكن الحالة الأولى اللي أشوفها بالصخب الإعلامي ده. يمكن قبل ما ندخل الهواء كنت بقول للدكتور خالد أن أنا من أكتر من 17 سنة عملت لقاء معاه عن واحدة اسمها محاسن، كانت 450 كيلو برضو، وهو عمل لها جراحة في مصر وبسأله عليه قال لي لسه عايشة لغاية دلوقتي كويسة. فالحالات دي موجودة، وفكرت بحالات أخرى كتيرة جمعنا بيها العمل الصحفي. يعني حالة أخرى لو تحبي أقولها لك برضو، الشاب كان وزنه كبير كتير قوي وما كانش ينفع يقعد على جهاز التخدير، فالدكتور خالد قال له لازم تخس شويه. انا بذكره كنت بالكلام ده كله دلوقتي. وبعدين للاسف والده ووالدته توفوا في 15 يوم، وبعد كده انا ما عرفتش اوصل له خالص. يعني كنت اتمنى ان اعرف اوصل. فاقصد ان الحالات دي موجوده في مجتمعنا كتير قوي. الفرق ما بينهم وبين حاله ايمان، الجزء اللي كان الايجابي فيه انه قدرت تجيب يعني اهتمام اعلامي كبير قوي. ده الحظ حالفها في ده، يمكن الحظ ما حالفهاش ان هي تقدر تكمل المشوار لغايه النهايه. احيانا بتضايق انه البعض بينظر لها كامراه سمينه فقط، ما بيبصلهاش على انها انسانه، لابد ان نهتم بالجانب الانساني فيها. وهي مريضه، السمنه ده في مصر هو مرض للاسف من المرض المنتشره جدا، اللي انا بشوفها كل يوم كل يوم دلوقتي بسمع حاله بتعمل عمليات سليفز او تكميم المعده او ما الى ذلك، وده معناه انه منتشر جدا جدا جدا. لكن احنا الحاله دي تحديدا حظت على اهتمام كبير قوي، وفي نفس الوقت على يمكن استخفاف او سخريه من كثيرين. اتمنى ان انا ما كنتش اشوفها يعني. دكتور خالد جودت،